وحايش والظل يا ليل الطاف ليش وحايش. مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم. هذا اليوم نحن هنا في مركز الزهراء الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مجلس العزاء على روح سيد الشهداء الحسين عليه السلام. خليكم ويانا في هذه التغطية اللي عدتها كاميرا الفيحاء. إن يوم عاشوراء هو يوم عظيم حيث انتصر الدم على السيف، ولا بد من إحياء مراسمه عملا بما أوصى به أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإبداء الحزن والأسى لما جرى على سبط النبي وآله. يقول إمامنا الرضا عليه السلام: كان أبي إذا هل هلال محرم كان أبي إذا هل هلال المحرم لا يرى ضاحكا أبدا، فإذا كان يوم العاشر كان يوم حزنه وبكائه. نبقى الآن مع مصيبة وفاجعة أبي عبد الله الحسين، نبقى الآن مع محاضرة ومجلس عزاء حسيني لسماحة حجة الإسلام والمسلمين مرشد مركز الزهراء سماحة السيد باسم الشرع، فليتفضل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. أمين العام للمركز الإسلامي أستاذ جمال دكروب، الأخوة أعضاء قناة الفيحاء الذين شرفونا في مركزنا مركز الزهراء الإسلامي، السادة الحضور، السيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الكريمة باسم أبي الفضل العباس تشرفنا وتشرف مركزنا برايته سلام الله عليه، هذه الراية التي عانقت القبة المقدسة لأبي الفضل العباس عليه السلام صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم، وقلب اليمين على الشمال قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يختطف النفوس ويحطم وثناب الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا
بطل تورث من أبيه شجاعة، علي بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم وتشتكي العطش الفواطم عنده، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم في كفه اليسرى السقاء يقله، وبكفه اليمنى الحسام يا المخذم، لولا القضاء لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، اي والله يقضي ما يشاء ويا يا 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 يحكم، والله صاح يا عباس ريض لعلهونك اعلهونك، والله اشعدهم اعداك ويندهونك، انا خوف من اخيك يفرجونك، والله انا لوني تغير وحق لونك من شفتهم يحاجونك، وبامرة الجيش يواعدونك، يقلها يقلها يا زينب شئت تظنين تظنين انا روحا وعوفا عضد الحسين، والله وعيناك وعيناك لو تنقلب صوبين انا ردها بجمال دون اليمين، يا زينب يا زينب انا فدي رقبتي دون الحسين، اتقل يا اتقل ارد اسولف لك يا ابو فاضل، عودك ليش راد امك وعاين طيبتنا نسب حره وبونا نشد عنك، لماذا تزوج امك علي؟ ها هذا وقتك يا ابو فاضل، انت غايت انت غايت منا ولل هل نايب ضمك، لهذا اليوم ادخرك والدي يا ابو الفاضل، اختاض اختاض وقال يا زينب شنه الخيل وتهمك، يا اخوك وصار مبيد وفن ليقرب لامك، يا والله وحق الحسين يا زينب وكبده وكسر ضلع امك، والله لخلي جموعها طشار وخلي النايح بكل دوار، وخلي كربلاء تذكر، والله وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملته، اي والله تقل اخو يا نبشي متك لا تقول مدري مدري، اي والله يا عباس يا صيوان خدري
يا اي والله يا عباس يا سوايا يا 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 الخدري ساعات بعد المحاورة وإذا بها تلتفت يمينا وشمالا فلم تجد تلك القامة التفتت وإذا بها ترى رأسها بالفضل على عمود طويل شالت رايا وواسا وشافت العباس حنا يا تحنت باكية وقومت على الرواس تقل عليك انا عليك اعتب مو على الناس يا خويا ما انت اللي جبتني والله وبيدك يا خويا رجبتني دقعد يا ابو فاضل وشوف متني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. على حب سيدنا أبي الفضل صلوا على محمد وآل محمد. قرآن هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ومن أمامه يعبر عن فرد وهو إبراهيم بالجماعة. قال إن إبراهيم كان أمة. كيف يكون فرد فيه خصال أمة وواحد ولكنه يعبر عن جماعة، وذلك نتيجة الخصال التي اجتمعت فيه. إبراهيم كان مجمع لفضائل يمكن أن توزع على أمة، من شجاعة، من مروءة، من كرم، من علم، من حلم، كل عناصر الخير إذا اجتمعت في واحد صار رمزا للأمة، وهذا هو شأن العظماء من الناس. ولذلك هذه الآية تشعر الناس أنه ممكن أن تكونوا عظماء، ولكن العظمة التي يريدها الله غير ما يفهمها أهل الدنيا وبعض الناس. أنتم شايفين بعض أهل الغرور، بعض عطاش المناصب والكبر والعظمة الفجواء يذهبون إلى أشياء يخترعونها حتى يجعلوا نفسهم أناس يدعون أن لهم عظمة. شوف، يصنعون لهم ثيابا خاصة أو ثياب طويلة كما كان في العهود السابقة، أو يتكبرون على الناس، كل ذلك من وراء عظمة مزيفة. القرآن الذي هو لسان الله الناطق والذي لا تجد أأمن منه يقدم نصيحة للبشر، لأنه كلام الخالق، والخالق هو الرحيم بخلقه، يحصر لنا العظمة في أمر واحد، وهو أن تريد أن تكون عظيما عليك أن تكون مستقيما. استقم في حياتك، في عملك، في معاملاتك، في تعاملك، في دينك، كن مستقيم تكن عظيما. ولذلك تجد رجال الله كلهم عظماء في الدنيا قبل الآخرة،
كما ذكرنا وأسلفنا في محاضرات سابقة. اليوم عندما تبحث في عظماء الدنيا تجدهم كلهم أناس هم يتصلون بالله ويؤمنون بالله ويحافظون على نواميس الله وقوانينه. أنتم شفتوا هذه في بعض الأرقام التي تخرج، 100 عظيم من عظماء التاريخ أولهم ينتخب هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إذا فحصت وسائل المعرفة، ادخل على جوجل، ادخل على ويكيبيديا، أي وسائل معرفة عامة، واكتب حاء سين، بعدك ما واصل للياء نون تأتيك الخيارات، حسين بن علي. اكتب عين لام، بعدك ما واصل للياء يأتيك خيار علي بن أبي طالب. اكتب فاء طاء تأتي فاطمة. إذن هؤلاء الناس هم ملوك هذه الدنيا، هؤلاء ليسوا فقط للآخرة بل للدنيا وللآخرة. هؤلاء عظماء في الدنيا وعظماء في الآخرة، وسرهم أنهم استقاموا على الطريق الصحيح. حفظوا الله فحفظهم الله، خافوا الله فخافهم البشر وأجلهم واحترمهم. ولذلك ما أروع هذا الحديث: أطع الله، كن عبدا لله تكن عزيزا، كن عبدا لغيره تكن ذليل، اعص الله تكن ذليل، أطعه تكن عزيز. ومن هنا تعرف أن المشركين في قريش كانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحدثهم بنبوته، كانوا يحترموه ويجلوه لأنه إنسان كان مستقيم في حياته. فلما عرض نفسه المقدس عليهم لم يجدوا شيئا ينقصوه به، هم كانوا يقولون عنه الصادق الأمين. لما جاء عقبة بن أبي معيط وكان جارا للنبي صلى الله عليه وآله، قال: لقد أولمت وليمة وأنت جاري ولا بد أن تحضرها. قال: أنت مشرك وأنا غير، وأنا مأمور أن لا أكل من طعام المشرك. قال: لا بد أن تحضر، أنت جاري وهذه سب علي إذا لم تحضر طعامي. قال: لا، غير ممكن. قال: فما الحال؟ قال: أن تسلم. قال: إذن أسلم. فتشهد، فذهب رسول الله إلى طعامه وحضر، فانتشر بين أهل مكة أن عقبة قد صبئ أسلم. وكان له صديق من الشام ذاهب إلى الشام في تجارة، رجع سأل: ما فعل صديقي عقبة؟ قيل له: قد صبئ. فلما سمع عقبة أن صديقه جاء من سفره، جاء إلى زيارته فرفض أن يستقبله. قال: قد صبوت؟ قال: لا، إنما هي كلمات حتى يحضر مائدتي. قال: لا أصدقك. قال: يا عم، لم أسلم وإنما تكلمت بها حتى يحضر. قال: لا أقبل منك حتى تذهب إليه، تجده في مسجد الحرام عند الكعبة، الآن هو عند البيت، وإني أعلم أن أتباعه يجلونه، اذهب إليه وابصق في وجهه، فإذا فعلت ذلك علمت أنك غير مسلم وأقبلك في داري. فذا جاء الشقي والنبي صلى الله عليه وآله يعبد الله عند بيت الله، فجاء وبصق على شيبة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، فمسحها رسول الله وقال: يا عقبة، إن وجدتك خارج مكة لأذبحنك بالسيف صبرا. وما رأت القضية وذهبت القصة. وبعد 10 سنين هاجر رسول الله إلى المدينة،
وجاءت أحداث بدر، فخرج المشركون لقتاله وامتنع عقبة من الذهاب. قيل له: لما لا تذهب؟ أنت معك في هاي القافلة أيضا، لك فيها مال، لما بتخرج وتطالب وتحارب معنا؟ قال: يا قوم، إن هذا الرجل قد توعدني منذ 10 سنين إن وجدني خارج مكة ليقتلني بالسيف صبرا، وإني أعلم أنه رجل إن قال فعل. أنا أعرف محمد إذا أعطى وعد يفي به، إذا تكلم بكلمة يلزم نفسه بها. هذا الرجل، الرجل مجموعة قيم، ولذلك ما أعظم هذه الكلمة من عرفاء ورجال الله: الرجل فيه مظهر جلال الله، كما أن للمرأة فيها مظهر جمال الله، هو فيه مظهر جلال الله، يعطيك كلمة أقوى من سند، يحترم كلمته، يحترم عهده. هذه معنى الرجولة، ليست الرجولة فتل شوارب وإنسان كذاب أو ما عنده مروءة، لا يمكن أن يخلد ولا يكون من العظماء أبدا. وإني أعلم أنه رجل إن قال فعل. هؤلاء أهل البيت، هذه قصتهم، أناس يحترمون وعوده، عندهم أخلاق، عندهم قيم يحفظونها، لا يغدرون، لا يفجرون، لا يكذبون، نعم، لا يحنثون الأيمان، يحفظون المبادئ، وهي اللي تعني الرجولة بمعنى الكلمة. فجاءه أبو جهل بفرس وقال: هي سابق ولاحق،